أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وسط ارتفاع العملات الرقمية. هبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.85 ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 75.69 للبرميل الواحد. وواصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الخميس رغم تقديرات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية أيضا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت لمزيد من الرفع للفائدة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.50% عند 1935 دولارا للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب في تداولات الخميس بعدما توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من رفع الفائدة هذا العام. وعلى صعيد العملة الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم وصعدت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 3.90% لتغلق فوق مستوى 30,000 دولار. ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس أعلى 30,000 دولار للمرة الأولى منذ إبريل الماضي بدعم مبادرات تتعلق بالصناعة من لاعبين رئيسيين بالقطاع المالي التقليدي. استقدم دويشي بانك بطلب الحصول على إذن من الجهات التنظيمية لتشغيل خدمة حفظ الأصول الرقمية. وختاما نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء. إلى اللقاء.